يعني قصدك انه عصمت كان بده يخطب بنتي لينقذها من الفرنساوي؟ مو بس هيك، بالاساس حسينة وعصمت بيحبوا بعضهم كثير، بس عصمت استعجل بطلب بنتك منشان ينقذها ومنشان يهربها برات البلد. ابون ضريب اللي يقتله. دكتوره نحن ما عندنا منه هذا الحكي الفاضي. ابو النور لا تصدق انه في حدا ما بيعرف الحب. وقت اللي بيلتقوا قلبين وبيخفقوا لبعضهم بيكون هذا حب. ما حدا بيقدر يوقف بوش الحب. والاهل وقت اللي بيشددوا كثير وبيحاولوا يكسروا هذا الحب ممكن يعملوا كارثه. مثل شو؟ احيانا كثير ممكن يهربوا مع بعضهم، واحيانا ممكن ينتحروا او يجنوا. هلا انا ما رح اتدخل بقراراتكم، انتوا احرار، بس انا كثير بيهمني امر بوسينا، لازم ننقذها. عنا مشكلة يا دكتورة. خير، شو المشكلة؟ امبارح المساء نامت بوسينا وهي تعبانة، فأنا الصبح اليوم حبيت إني هيك صالحها وطلعها، وحبيت جيبها معي لأول. بوسينا! بوسينا! افتحي يا بي! يو، شبها بوسينا؟ ولك بنتي ليش ما بتفتحي؟ افتحي الباب لأبوكي! لك يا بنتي بدي اخذك معي على الخستقاني مشان يشوفي الدكتور انطوانيت. ما رح افتح الباب، اتركوني وروحوا. لك ما بيصير يا بنتي، ما بيصير، لازم تروحي معي لنشوف شو بدنا نعمل. شو بدنا نعمل؟ وعلى اساس البنت ما لازم يكون لها رأي. روحوا قرروا واعملوا اللي بدكم اياه. لا حول ولا قوة الا بالله. خلص ابن عمي، روح لحالك وبس ترجع بتحكي. طيب. شو عمل دكتورة؟ تركني هلا فكر لحالي وانا بعدين متصرف. طيب اتكلنا على الله. لكن حياتي يسر انا. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اخوان، باقي للانتخابات اسابيع قليله، وانا شايف انه صار الوقت مناسب لنبدا بالحمله الانتخابيه. ضروري ونكتر الاجتماعات والمهرجانات الخطابيه. لازم هذا الشيء يصير ونعمل لافتات. طيب اول شيء، انتم سويتوا كلمات للمرشحين ولمدراء الحملات الانتخابيه؟ نحن اتفقنا انه كل مرشح بيرسم حملته الانتخابيه وينفذها بنفسه. من المفروض انه البرنامج الانتخابي يتوزع على جميع المرشحين. على سيره البرامج الانتخابيه، يا ترى تنفذ شيء منها لحد هلا؟ اذا حدا سال هيك سؤال، الحجه موجوده، هي وجود المستعمر. بس المستعمر ما زال موجود. وبرنامجنا على امل انسحاب المستعمر من بلادنا. نحكي بموضوعنا شوي. بالنسبه للاماريه، شو متصرف؟ دكتوره. علي دكتور، انت اليوم اكيد تعبان كثير لانك اشتغلت شغلك وشغلي. الله يعطيك العافيه، تفضل ارتاح. والله يا دكتوره انت مسلفتيني كثير، يعني اذا بضل طول عمري سدلك ديونك ما بكفي. تسلم يا عصمت، انت صديق وابن بار. دكتوره شو صار معك؟ جل عندي ابو النور وخبرني انه حسينة مضربه وحابسه حالها. شوف عصمت، معركة عبد الهادي بدك تترك لي اياها. بس دكتورة هي معركتي انا بالاساس. هلا انت خليك بقصة حبك لبوسينا واترك لي قضية الوحمة، ممكن؟ ممكن.
هنائي طاووس لخنائي طاووس. ايه مرحبا ابو النور. اهلا ابو حسن اهلا. شفتني بدربك هنائي ولا طاووس؟ فوت لنحكي فوت فوت. شرف تفضل يلا. شو يا ابو حسن؟ شايف في بتمك كلام. والله ما بعرف منين بدي ابدا. ابدا بالموضوع دغري. والله ماني بتحمل بنوبه. امبارح المساء اجى لعندي ابن اخوك هنائي. ايه وشو بده؟ وينكم يا رجال؟ شوفولنا اذا في حدا بده يبيع بيته او محله بس يكون قريب من الساحه. ليه ساي؟ لنسوي مكتب لنا إلنا كلياتنا. يا سلام. الله أكبر عليك يا زعيم. وبدي كمان شغيلة يكونوا بضايات. شو الشغل؟ شوفوا يا عظام الرقبة، أنا في عندي أراضي كتير وعندي مصاري، بدي أعطيكم كل واحد شقفة أرض، تجيبوا جاج وتجيبوا بقر وتجيبوا خواريف، بدي تعملوا مزارع وتعملوا مصاري. الله أكبر عليك يا زعيم. كبير كبير يا زعيم كبير. صحيح طاووس ذكرتني، بدنا صبي للشاي وللقهوة. طلبك عندي معلم، ما لا غير سمعوا. يجيبوا لسمعوا. منجيبوا لسمعوا. شو علي؟ هناي تعا شوي عاودة. هذا الوضع غير جيد. ماذا تريدون أن نفعل؟ انشر بعض الجندي هناك وهناك وانشر البعض هنا ولا يمنع هناك. حاضر كابتن. نريد تشديد الحراسة. حاضر. جيب الكاتب بالعدل، خليه يعمل لنا مضبطة بممتلكات أخي المرحوم، لعمل له تنازل عليهم إله ولأمه، وفي كمان مصاري موسى محسنة ما أعطيتهم إياهم، كمان منسلمهم إياهم. أنا مالي فهمان، ليش هنائي يعمل هيك؟ الله ما بعرف، علمي علمك، ما عنده أنت بتعرف، أنا معامله أحسن ما عامل ولادي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرفت لي طاووس ليش قاعد معه؟ والله الهيئة أنه اثنيناتهم ناويين على شيء. ماشي يا أبو حسن، قوم جيب الكاتب بالعدل وأختك أم هنائي وتعال. يلا يا كريم. اتكل على الله. أهلا وسهلا يا ميت. أهلا وسهلا. تفضلوا ردوا إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ميت أهلا وسهلا. زمان كتير وأنا عم بحلم بهاي اللحظة نجتمع كلاتنا على سفرة واحدة. قول الحمد لله يا ابني. والله يا بابا هلأ صار كل شيء صح.
يعني مبسوط ومانك متضايق؟ إذا قصدك مش على قصة بوسينة؟ لا أبداً. بوسينة رح تصير مرتي إذا بتطبق السما على الأرض. أوف، شو هالثقة؟ والله يا ماما ثقتي جاية من معرفتي ببوسينة. بوسينة مستحيل تنهزم. ولا أنت عمي. ما شاء الله، بلا سيارة، تفضلوا كلكم.